حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد حلو قوي. النهارده بقى معانا شغل جديد، معانا فروع النور ومعانا الفوانيس الجديده ومعانا كوشنات ومعانا كمان المشايات الحلوه ومعانا كمان المفارش دي تاخديها بسعر حلو قوي. اوريكم كل حاجه موجوده. احنا هنا فين؟ عند يحيى الاصلي اهو يا حبايبي. دي اليافطه بتاعته، هو المحل الثامن على ايدك الشمال على طول من عند بوابه المتولي، هتمشي كده على ايدك الشمال. هنا موجود ايهاب هيديكي بقى كل الاسعار من الفيديو، حاجات حلوه قوي. هنشوف كل حاجه معايا بالاسعار. ده ب 50 جنيه، انا كنت مصوره لكم بضرب البرابره ب 45 بس الكميه خلصت، وانا اتصلت بيهم قالوا لي الكميه خلصت والاسعار بقت ب 60 جنيه، علشان برضو ايه انا حبيت اعرفكم. ده ب 50 جنيه، سعر ثابت، فالحقي بقى قبل ما الحاجه تخلص. ده اللي بيتباع ب 80 جنيه في اي مكان، وب 70 هتاخديه ب 50 جنيه سعر ثابت على طول يا حبايبي. بورسلين، وهنا بقى في كميه كبيره جدا اهي. اسمعوا الفيديو تعالوا على طول، لان الناس اللي بتاخد جمله بتيجي تشيل الحاجه دي. 70 جنيه بس. 70 جنيه، فلما تيجوا يا حبايبي تلاقوا الحاجه خلصانه الاسعار بتغلى، فما تزعلوش، فانتوا اسمعوا الفيديو تعالوا على طول. دي بقى الحاجات المستورده شكلها حلو قوي. بصوا يا حبايبي معانا برده هنا الشكل ده حلو قوي يا هبك. ايه؟ بدل 85 75 70 بس. 70 جنيه حبايبي اهو، شكله حلو قوي. ممكن هنا عشان العربيه صغيره تحطي ملاحات شكلها تبقى حلوه، وفي منه الكبير برده بس بيبقى اغلى. في معانا برده هنا فوانيس الاطفال، وريها لنا كده ايهاب. فوانيس الاطفال، ومعانا هنا الطبل بتاعت الاطفال دي ب 12 ونص. 12 ونص دي 12 ونص جمله، قطعها 15. 15 جنيه قطعي. جلد طبيعي. جلد طبيعي اهو، على كل الرسومات. على كل الرسومات. معانا هنا برضو الفوانيس اهي، حلوه قوي. عامله 40 يا اهب. عامله 40 جنيه، والطبله دي ب 15 وجمله اقل. في بقى الوان كلها اهي، في بقى الفوشيا والابيض. في بكار. بس اللون ده جميل قوي، بيغني وبينور، شكلها تحفه. ب 40 جنيه. في معانا برضو الفانوس ده ب 35، ده اصغر شويه، بيغني وبينور. عليه بقى اشكال مختلفه اهي، اشكاله حلو قوي. في برضو معانا طمطم، عامله كام دي؟ بدل 65 60 بس. دي عامله 60 جنيه بدل 65. في منها بوجي وفي منها طمطم. بوجي اهو. في برضو معانا الفروع دي ب 50 جنيه، دول شكلين مع بعض مش شكل واحد، 3 متر، حلو قوي. هنا بقى تعالوا نشوف العلقه دي، عامله 15 جنيه كل اشكالها. وريها لنا ايهاب كل اشكالها موجوده، هوريكم الاشكال الجديده. دي شبه علبه المكسرات، ممكن تاخدي كده تعملي كطقم، يعني تاخدي واحده من دي مع علبه مكسرات مع كسترة، يبقى شكلها حلو قوي. عامله 15 جنيه. بصوا حبايبي دي اشكالها، اشكالها جميله. الثلاثه بيبقوا ايه؟ اشكال مختلفه، يعني الثلاثه بيبقوا اشكال مختلفه زي كده. اشكال تحت بعض مختلفه. اه شكلها حلو قوي. في برده الشكل ده، في منها اشكال كتير بقى. بصوا كمان الشكل ده، في منه علبه مكسرات برده، ده برده شكل جديد ومختلف، حلو قوي. بصوا حبايبي معانا العلقه دي بدل 50 و55 هتاخديها ب 45 جنيه، كبيره اهي وخشب تقيل محمل. مش في برده منها اشكال، في منها بوجي ايهاب، وريها لنا كده. في منها بوجي، في منها برده بوجي اهي حبايبي، شكلها حلو. دي ليها واحده ثالثه عامله 45 جنيه. ليه ب 20 جنيه؟ ودي الكوسترات ب 10 جنيه. ولا 15 انت ورد. بصوا حبايبي الناس برده اللي بتعمل اعاده تدوير، الكيس ده مستورد، ده الشريط البومبوم في 18 متر ب 35 يا اهب. 30 بس. ب 30 بدل 35 جنيه لمتابعين تمر حنه. في منه برده الالوان دي، اللون الاخضر الساده، الالوان زاهيه، ده مستورد اهو، حلو قوي. في منه الابيض جميل. بصوا وفي منه كمان الفوشيا، في منه الاخضر، يعني في منه الوان ساده وفي منه اللي هو الكوكتيل وفي منه الابيض الساده. ب 30 18 متر، ده المستورد بدل 35 جنيه. بصوا حبايبي هتاخدوا النهارده المفرش ده بسعر حلو قوي، ده متر ونص في متر ونص، شكله تحفه والالوان بتاعته جميله. هتاخديه النهارده ب 45 جنيه من عند يحيى الاصلي. الاسعار اسمعي الفيديو وتعالي على طول يا حبايبي، علشان الحاجه بتغلى كل يوم، الحاجه بتغلى، فاللي يسمع الاسعار يجي على طول. في بقى منه اشكال كتيره جدا، هنشوف اشكاله كلها. بدل 50 و60 جنيه هتاخديه ب 45 جنيه. بصوا كمان الشكل ده، بصوا بصوا
بصوا حبايب الخامة بتاعته حلوة قوي، هيديه لكم ب 45 بدل 50 جنيه. الأسعار لمدة أسبوع عند يحيى الأصلي، كل ده موجود معنا هنا. برضو الشكل ده حلو قوي، الست قطع هتاخديهم ب 25 جنيه بدل 30 جنيه. أشكال برضو كتير قوي، في بقى دياستي وفي فنانيس وفي بوجي وفي طمطم، كل الأشكال الرمضانية. الست مربعات مش كده، هتاخديهم ب 25 جنيه بدل 30 و 50. بس ده خامته، بصوا ده خامته ستان عادية زي الكوشانات اهو يا حبايبي، ده هي الخامته اللي هي الطرية، اما ده فرق كبير جدا. بصوا ده ب 45 جنيه، القماشة بتاعته جميلة وتخين كده وحلو قوي. في برضو منه من ده أشكال كتيرة جدا اهو، ألوانه حلوة، ده عامل 45 بدل 50 جنيه. معانا هنا برضو اكبر تشكيله من القماش الخيامي، عنده مشمع اهو ب 20 جنيه، عنده مشمع جديد اهو هتاخديه ب 20 جنيه المتر. ده الشكل ده جديد معانا برضو النهارده. وفي برضو الشكل ده يحيى الاصلي منزل كوشنات حلوه ومنزل مفارش، هوريكم كل حاجه. الشكل ده برضو ب 20 جنيه، اي متر من اللي انتوا شايفينه دول ب 20. في بقى الازرق، في البني، في الاحمر، بصوا الشكل ده كمان، الشكل ده برضو جديد. بصوا جميل، ارفعوا كده ايهاب شويه، الله بصوا بقى الشكل ده تحفه، عامل 20 جنيه. في برضو الشكل ده، دي اشكال كلها جديده عاملها 20 جنيه المتر. بصوا حبايبي في منه برضو الشكل ده روعه، اي واحد عامل 40 جنيه. بصوا بقى جمال الالوان والقماش عامله ازاي، القماشة تخينة وحلوة قوي. بصوا الألوان جميلة وزاهية، ده برضو عامل 45 بدل 50 و60 جنيه أهو، شكله تحفة. في منه برضو أكتر من 10 أشكال. في برضو الشكل ده ورونا يا إيهاب، اللي هو ده شكله جميل قوي ده، حلو قوي، 45 جنيه، متر ونص في متر ونص، ممكن تعمليه تابلو على الحيطة هيبقى حلو قوي. بصوا حبايبي ده 3 متر اهو، في منه شكلين مع بعض، ده مش شكل واحد، ده 3 متر شكلين مع بعض كده، عامل 50 جنيه بدل 60 و65 جنيه. الاشكال دي الجديده اللي لسه نازله وحجمه كبير، ما انا بقول لهم دول شكلين 3 متر يا ايهاب، 3 متر ب 50 جنيه. ده في ده ب 20 بدل 25، ده ب 20 بدل 25، ده 3 متر برضو، ده 3 متر وده 30 بدل 35، وده 30 بدل 35. في برضه هنا عنده فوانيس ب 10 جنيه وفوانيس ب 20 وفوانيس ب 30 لغايه 80 جنيه اكبر فانوس. معانا هنا برضه اشكال الكوشنات اهي، بصوا الشكل ده جميل قوي وجديد، وكمان الشكل ده روعه، الشكل ده كمان اشكال حلو قوي اهي. اي واحد عامل 10 جنيه ولو خدتيه جمله هتاخديه ب 9 جنيه. الشكل ده جديد، ده برضه حلو، ده حلو، ده حلو، ده الشكل ده. في برضو الشكل ده اهو، الشكل ده كل الاشكال حلوه. كام دي؟ ب 10 جنيه. الشكل ده برضو حلو، الشكل ده اشكال بقى كتيره جدا، كل الاشكال موجوده، اي واحد ب 10 جنيه. حبايبي معانا المشايه دي مشايه عشان مش مكتوب عليها رمضان كريم، حجمها كبير ب 30 جنيه، حلوه قوي. في منها برضو اشكال مش رمضانيه، يعني الشكل ده ينفع غير رمضان، ينفع لاوضه الاطفال. في برضو الشكل ده، الاشكال دي تنفع لاوضه الاطفال، شكلها جميل. بصوا هي زي كاوتش كده، جميله قوي، ب 30 جنيه. في برضه هوريك الشكل ده، الشكل ده حلو قوي اهو، في الشكل كيتي. بصوا حجمها قد ايه، حجمها كبير،
عندناش حاجه ب 25. برضه معانا بقى الاشكال الجديده اللي لسه نازله، واحنا بنبيع المدام ب 25. بصوا دي مشايه، الشكل ده كده، الشكل ده حلو قوي اهو، جميل وجديد ومجسم، جميله عامله 30 جنيه. في بقى هنا الوان كتيره، بقى الاشكال دي، الاشكال دي حلوه قوي منها. بصوا الشكل ده، الشكل ده تحفه، شكلها جميل قوي. شكل الفانوس ده، شكل الفانوس. بصوا حبايبي الشكل ده جديد قوي، حلو جميل، شكلها تحفه. بصوا بقى شكلها عامل ازاي من هنا، شكلها جميل اهو، عامله 30 جنيه بس. ده بقى الشكل الجديد اللي لسه نازل، ورينا الاشكال. بصوا بقى معانا الوانها، معانا برضو البنك في الاحمر ده، حلو قوي اهي، شكلها جميل، عامله 30 جنيه. معانا هنا برضو الفانوس ده، بصوا بقى حجمه كبير قد ايه، وليه هوك اهو، يعني ليه هوك منه فيه، دي تقدري تعلقيها منه بدل ما تلزقيه بدبل فيس. بصوا حبايبي، بصوا لونه وجماله، بصوا الجمال ده، ممكن تعلقيه وممكن تلزقيه، شكله تحفه والوانه جميله، 30 جنيه اي واحد. بصوا كمان منه اللون ده حلو قوي، في منه 3 الوان مش كده يا ايهاب، في منه لون تالت كمان. دي بقى الاشكال اللي لسه نازله جديده. بصوا حبايبي ده اللون التالت اهو، حلو قوي برضو اللون ده، ده كده تحس ان هو منور، بقول لك الجمال شكله تحفه. لا انتوا، لا انتوا، لا خليكم فوق. معانا هنا يا حبايبي برضو فوانيس ايكيا ب 50 جنيه. بصوا بقى ده الجديد، ده الفينش الجديد، شكله تحفه بكل الوانه، 12 لون يا ايهاب، 12 لون، هتاخديه ب 50 جنيه. وليه كمان قاعده كده، يعني بيت تحطي فيه الشمعه، حلو قوي شكله جميل. وبصوا الفينش بتاعه فيه لمعه وحلو ازاي، عامل 50 جنيه. في برضو معانا تشكيله كبيره جدا من الكوسترات، هيديهولكوا برضو ب 10 بدل 15 جنيه. ده انا قلتلكوا قبل كده ان اليحيى الاصلي مميز بالاخشاب والكوسترات والحاجات الحلوه دي، يعني تاخدي الاستاند يبقى عملي معاكي، مش يبوظ ولا يتكسر، ولا مثلا تيجي تدخليه في القعده ما يرضاش يخش. فبجد حلو قوي عنده، كل الاشكال دي موجوده، موجود بقى اشكال كتيره اهي، اي واحد عامل 10 جنيه هيديهولكوا حبايبي. علقة المفاتيح دي لسه جايه جديده برضو، حلوه قوي، عامله كام يا ايهاب؟ بدل 25 لاي حد تبع القناه 20 بس. 20 جنيه حبايبي. عايزه اقول لكم انا شايفاها في حي الخيامين النهارده ب 30، والله ب 30 جنيه شايفاها النهارده، وقبل كده مصوراها ب 25. النهارده ايهاب هيديها لكم ب 20 جنيه بس لمتابعين تمر حنا لمده اسبوع. من بعد ما تشوفوا الفيديو على طول يا حبايبي انزلوا وتعالوا واشتروا. في برضو منها الشكل ده، الشكل ده حلو قوي، في منها 12 شكل او اكتر. بص الشكل ده تحفه، ليها كده 6 هوك من تحت اهو، شكلها بصراحه حلو قوي. والفانوس ده بكام يا ايهاب؟ ده بدل 25 20 بس. 20 جنيه حبايبي بدل 25، وهو خشب وليه علقه. بصوا خشب تقيل، خفيف، خشب تقيل اهو. انا قلت لكم قبل كده حبايبي ان يحيى الاصلي مميز بالاخشاب، ده ب 20 بدل 25 جنيه. الوان طب تخين، حلو قوي بصراحه، يعني الاخشاب عند يحيى الاصلي تحفه، ومنزل بقى المفارش والكوشنات والحاجات دي جديده، حلوه قوي. اول ما تشوفوا الفيديو حبايبي تعالوا. في برضو معانا هنا هنشوف الفنانيس وهنشوف اسعارها، عامل لكم برضو عروض حلوه على الفنانيس. ده بدل 50 45، اخر مره كنت بدل 60 و50 45 بس. 45 يا حبايبي طمطم بدل 50 و60 جنيه. والفنانيس ده المستورد، ده في برضه منه بوجي اهو ب 45 جنيه، شكله حلو قوي. في دول المستوردين عرض لمده اسبوع 80 جنيه بدل 90 وبدل 100. ده مستورد اهو يا حبايبي، خفيف قوي وشكله حلو. بتم بتم ده ب 80 بدل 90 وبدل 100. ب 80 بدل 90 وبدل 100، في منه ده برضه الفنانيس والشيخ، اي واحد ب 80. علقة المفاتيح اهي، وهنا علقه المفاتيح ام 20 جنيه، ليها 5 هوك اهي، شكلها حلو قوي، جميل الشكل ده، جميل. في منه صينيه على فكره، بصوا شكل عم شكشك اهو، شكله حلو قوي. ممكن برضو تستخدميها علقه مفاتيح وعلقه للمطبخ تعلقي عليها الفوط او معالق التوزيع، شكلها جديد وحلو. معانا برضو هنا الاشكال الجديده للمكسرات اهي، الله شكلها حلو قوي، عامله 35 يا ايهاب. 35، في منها برضو الشكل ده، بس الشكل ده جديد معانا النهارده، حلو قوي وجديد. دي برضو علقه المفاتيح اهي، برضو معانا الشكل ده جديد النهارده. الفنانيس بقى وراكب على الحصان، شكلها حلو قوي.
وفي برضو معانا الشكل ده، ده ممكن تشيل الكوستر اللي هو على الوش ده وتستغليها برضو تحطي فيها كعك وبسكوت في العيد، يعني تنفع في رمضان وتنفع في غير رمضان. في برضو معانا الشكل ده، اشكال جديدة، في اكتر من 10 اشكال. بصوا كمان الجمال ده، الشكل ده حلو قوي، تحفة، الوانه تحفة. في برضو معانا ده بكام يا ايهاب الاستاند؟ ده ب30 بدل 35، واللي ورا العائلة ده عامل كام؟ ده ب30 بدل 35، ده برضو ب30 بكر؟ بكر ب30؟ ده برضو حبايبي ب30 جنيه 25 بس لحد طبعا 25؟ بصوا حبايبي ده ب25، اللي كان بيبيعه ب30 بدل 40، النهارده هتاخديه ب25 جنيه بس. حلو قوي. الفانوس ده عامل كام؟ ده عامل بدل 35 عامل 30 لحد طبعا ده عامل 30 جنيه حبايبي بدل 35 جنيه. حلو قوي. فوانيس ايكيا كده هلال ومعاه نجوم صغيره بجميع احجامها وكلمه رمضان كريم ومعاه الدبل بتاعها دبل فيس بتاعها. بصوا حبايبي ده بيبقى معاه 6 نجوم ومعاه كلمه رمضان كريم وبيتعلق على الحيطه ومعاه الدبل فيس بتاعه. دي مجموعه كده على بعضها عامل كام يا ايهاب؟ عامل 30 بس. 30 بدل 35، 30 بدل 35. معانا برضو هنا مجموعه الفنانيس كلها اهي، ده بكام يا ايهاب؟ ده 50 بدل 60، ده 50 بدل 60، وده 50 بدل 60، وده ب 45 بدل 60 وبدل 50، ده 45 بدل 60. حلو قوي. بص اللون ده جمال جميل. وخمس. أي مستورد كل ده كده مستورد، اي مستورد بدل 100 وبدل 90 80 جنيه 80 جنيه اي واحد مستورد من الاشكال الحلوه دي، كلها اشكال حلوه قوي. بصوا كاتب عليه كام؟ كاتب 90، هيدوا لكم ب 80 جنيه دي الحاجات المستورده. ومعانا ده بكام يا ايهاب؟ ده بدل 85 75 بس 70 جنيه حبايبي الشكل ده عشان مستورد. بصوا ممكن تحطي هنا شمعه، تحطي اي مكسرات برده حلو وشكله صغنن. بصوا اشكاله اهي، اشكاله برده حلو قوي. في اشكال كتيره جدا عند ايهاب. بدل 85 هيدوا لكم ب 70 جنيه، وده عامل كام؟ بدل 95 وبدل 100 عامل 80 جنيه بس. بصوا حبايبي ده اللي هو ده المستورد. بصوا خفيف خالص، خفيف غير اللي هو لا ده مش جبس. بصوا ده خفيف جدا، يعني تعالوا وامسكوه هتتاكدوا ان هو خفيف. كام يا ايهاب؟ 80 بس. 80 جنيه حبايبي عشان ده مستورد. بصوا هوريكم تعرفوا ان هو، بصوا حبايبي تعرفوا ان هو مستورد من الوش بتاعه. بصوا الوش والخفيه، تعالي امسكيه هتتاكدي ان هو مستورد، غير اللي انا كنت مصوراه ب 50 جنيه وكان عنده هنا برده ابو 50 جنيه بس. ده بصوا بقى شكله تحفه وخفيف خالص، ورقه اهو، تحس ان انت مش ماسكه حاجه ب 80 جنيه. شكله حلو قوي. في منه الفنانيس وفي منه الشيخ، في منه مجموعه كبيره اهي. ده ب 50 يا ايهاب؟ تمام. ده ب 50 بدل 60 و65. ومعانا هنا برضو الفنانيس ام 30 جنيه اهي. بصوا هتاخديها ب 30 جنيه بدل 35، بدل 35 دي مستورده. في منها برضو اشكال كتيره، بس هنا عشان الفنانيس مجموعه على بعضها، في ده ب 50 جنيه برضو بدل 55 و60 جنيه للمكسرات. في برضو معانا الشجره، ده حلو قوي اهب بكام؟ ده بدل 110 100 جنيه بس. ده الحجم الكبير يا حبايبي، شايفين حجمه قد ايه؟ مصري بس فرز اول. مصري بس فرز اول ب 100 جنيه بدل 110 بورسلين. بصوا حبايبي معانا ستاره النور، جربها لنا يا ايهاب معلش. دي معاها رمود يا حبايبي اهي، دي اللي هي 3 متر ونص. 3 متر بس. دي بتبقى العلبه مكتوب عليها. بيبقى مكتوب عليها. دي بقى الكوكتيل، في منها الصفرا وفي منها الكوكتيل. دي عامله كام يا ايهاب؟ دي عامله 150. دي عامله 150 جنيه، شكلها تحفه، حلوه قوي. في منها الاصفر والابيض واللون ده، اللون ده حلو قوي، لو حطيتيه كده في مكان هيديكي شكل تحفه ب 150 جنيه. بصوا حبايبي معانا برضو المفرش ده، حلو قوي. ده مفرش كتان، هنشوف الوانه واشكاله حلوه، كل الوانه موجوده. ده متر ونص في متر ونص، 45 جنيه، حلو قوي. وكتان القماشه بتاعته جميله، متر ونص في متر ونص، متر ونص في متر ونص. ارجع ورا ايهاب شويه. بصوا حبايبي شكله اهو جميل قوي، متر ونص في متر ونص، تحفه. بصوا حبايبي برضو في منه اللون ده، في منه بقى اكتر من كام لون يا ايهاب؟ لا في الوان كتير، فيها ازرق وفي بيتي وفي احمر وفي برتقالي وفي منه أوه. الوان يعني 6 الوان كده، حوالي 6 الوان ب 45 جنيه. ده بدل 50 وبدل 60، ده بدل 60، لا انا شايفاه ب 65 كمان، هيدوا لكم ب 45. انت قلت كام؟ 45. 45 جنيه اهو، حلو قوي جميل. بصوا حبايبي معانا الكسترات الحلوه دي، عامل 15 جنيه. بصوا ده الخشب التخين، عشان في منه نزل التقليد ب 12 ونص خشب خفيف، ده ب 15 جنيه خشب التخين. في الشكل ده حلو قوي،
برضو الشكل ده. ورينا دياستي كده يا ايهاب، بصوا هوريكم الاشكال دي، بس هي متباعة بس هوريها لكم في اشكال تانية زيها. بصوا الشكل ده كمان في منه حوالي 6 اشكال، حلو قوي. تقدمي بقى عليه كوباية تمر كده ومع شوية مكسرات هيبقى جميل. ده الخشب اللي هو التخين، خلي بالك ان في منه الخفيف، انت ما تمسكي الكوستر هتحس ان هو تقيل. ده عامل 15 جنيه حبايبي، معانا الكوسترات الشكل الجديد ده حلو قوي، عامل 10 جنيه اهب، 10 جنيه بدل 15. ده حجمه كبير على فكره مش صغير، هيدولكم ب 10 بدل 15 جنيه. في برده منه اشكال كتيره جدا، بس ده الشكل الجديد اللي موجود، كل الاشكال موجوده، حلو قوي. وفي هنا معانا فطوطه اهو، وفي هنا معانا علب المناديل، دي خشب على فكره، دي الكبيره مش الصغيره، في منها الصغيره بتتباع ب 20، دي الكبيره هتاخديها ب 20 بدل 25. تعالي امسكيها هتلاقي الخشب بتاعها تقيل قوي ما شاء الله، يعني الخشب بتاعها حلو. وهنا برضو معانا الاشكال بتاعت العلقات كلها اهي، اشكال كتير هوريها لكم، اشكال كتيرة قوي وحاجات حلوة اهي. بصوا حبايبي ولا بتتكسر ولا بتتكسر، جميلة ب 20 جنيه بصراحة. هنا برضو عنده اكبر تشكيلة من الحاجات اللي هي ايه عاملة زي المشايات، يعني يتحط عليها الحاجات السخنة، يتحط عليها الحاجات السخنة على السفرة، طواجن جميلة. عاملة 10 جنيه اهب، 10 جنيه حبايبي. ورينا بقى اشكالها، بصوا عامله زي المشايات اللي انا وريتها لكم، بس دي بيتحط عليها الحاجات السخنه اهي، شكلها حلو قوي، كل الاشكال جميله، عامله 10 جنيه. ورينا بقى الطقم اللي هو الهلال والفانوس والنجمه، بصوا حبايبي اشكال علب المناديل الجديده دي شكلها تحفه، عامله كام يا اهي؟ 30 بدل 35، 30 بدل 35، بس شكلها رقيق قوي، عليها الفنانيس وقاعد على كرسي انتريه اهو، لونها بصراحه حلو قوي. في كمان الشكل ده، وفي كمان الشكل ده، بس هو مغلفه عشان ما تتبهدلش عشان ابيض، شكلها حلو قوي وجديده. بصوا حبايبي الوان بقى علب المناديل الحلوه دي برده لسه جايه لهم النهارده، حلوه قوي، هيديها لكم ب 30 بدل 35 جنيه، شكلها حلو جدا. يا حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، عامله ايه؟ بصي على الحاجات الجميله اللي انت بتعمليها عشاننا بجد، ربنا يبارك لك، ربنا يخليك. ايه رايك في محل يحيى الاصلي؟ جميل ما شاء الله، حاجته حلوه قوي قوي قوي، ربنا يبارك بجد؟ له بجد، وكل حاجه جميله والاسعار حلوه قوي. وبتيجي تاخدي بنفس اسعار الفيديو؟ طبعا ما شاء الله، ربنا يبارك ليهم يا رب، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه، ربنا يكرمك ويرزقك يا حبيبتي يا رب، حبيبتي ربنا يخليك، وانت طيبه يا قلبي، تسلمي يا حبيبة قلبي، كل سنة وانت طيب. بصوا حبايبي اشكالها بقى حلوة، وفي منها كمان اللون الابيض وريته لكم، اي واحدة عاملة 30 جنيه، بجد شكلها حلو قوي. بصوا حبايبي بقى الجمال والشياكة تحفة، بصوا الالوان كمان عاملة ازاي، متر ونص ومعاه 2 كوشن ب 60 جنيه اهب، ب 60 جنيه حبايبي، بس بصراحة سعره حلو قوي. بصوا ورينا كمان الكوشنات بتاعته، بصوا الالوان كمان وجمالها، الله حلوة قوي، 2 كوشن والرنن عاملين 60 جنيه، والله حلوة قوي. والظهر بتاعه ابيض سادة، جميل. الحقوا بقى عشان الاسعار دي حلوة، بدل 85 جنيه الرف اللي جنبه كده. بصوا حبايبي بقى الالوان الجميلة دي، شوفها في الرف اللي بعده اهو، اي 3 قطع كده رنن و2 كوشن عاملين 60 جنيه بدل 85. في برضو الشكل ده حلو قوي، اشكال جميلة بصراحة. هقوا بقى الاسعار دي عشان الكميه محدوده، 60 جنيه 3 قطع. بصوا حبايبي المفرش بقى التحفه اللي انتوا شايفينه ده، بصوا ده عامل ازاي، حلو قوي وخامته جميله واشكاله كلها حلوه. ده قطيفه بدل 100 جنيه و110 في اي مكان هتاخديه ب 85 جنيه، سعر من عند اهاب. الاسعار دي اسمعيها وتعالي خدي على طول الكميه، يعني الاسعار لحتى نفاذ الكميه عشان الحاجه بتخلص بسرعه يا حبايبي. بصوا بقى عليه اشكال جميله، في منه اشكال يا اهاب، في منه اشكال تحفه هوريها لكم ب 85 جنيه بس، انا مصوراه قبل كده ب 100 جنيه يا حبايبي، ب 100 وب 110 وب 120، هتاخديه النهارده من عند اهاب ب 85 جنيه، عرض للقناه، تحفه قوي شكله جميل. بصوا كمان الشكل الخطير ده، شكل جديد وحلو قوي، عليه بقى هنا الشيخ اهو، الله حلوة قوي شكل الحصنة والحاجات الحلوة الجديدة دي، عامل 85 جنيه، متر ونص في متر ونص، الحقي بقى الحاجات الحلوة دي قبل ما تخلص. وفي كمان شكل الجمع جميل، بصوا حبايبي معانا المفرش ده تحفة، ينفع للسفرة، حلو قوي. بكام ده يا إيهاب؟ بصوا حجمه قد إيه؟ لا خليك فرده كده نشوف حجمه، ده كان في كام؟ ده متر ونص في 2 ونص، في منه ألوان تانية؟
في منه بص الشكل ده في منه اللبني اهو حلو قوي للسفره بقى. ورينا الالوان، بص اللون ده تحفه، ومعاه اتنين خدديه ومعاه اتنين خدديه، في منه اللون ده وفي منه اللون الاحمر وفي برتقاني. ورينا اللبني، اللبني جميل، اللبني لونه حلو زاهي كده. عامل كام ده ايهاب؟ ده عامل 150 بدل 160. 150 بدل 160 يا حبايبي، و180 جنيه انا كنت مصوره قبل كده ب 180. بصوا والصغير منه عامل 100، هو عامل 120 بدل 130، اللي هو متر ونص في متر ونص ب 120 بالكوشنات. بالكوشنات المفرش بس متر ونص في متر ونص عامل 85 جنيه المفرش بس 85، والطقم ده 150 بدل 160 و180. حلو قوي. افرد لنا المفرش تاني نشوف حجمه. جميل، بصوا شكله حلو قوي للسفره بقى، ومعاه اتنين كوشن نفس الالوان والاشكال، شكله جميل بصراحه. بصوا حبايبي معانا الفوانيس الاباجوره على شكل نجمه، شكلها حلو قوي، كنت موريها لكم في فيديو المشتريات، لما بينور بيبقى تحفه. عامل كام يا ايهاب عرض؟ ده عامل 90 بدل 110. 90 بدل 110 اهو، وفي ناس في الخياميه بتبيعه ب 100 جنيه وب 110، هتاخديه